اهلا بكم مشاهدينا في الجزء الثالث من الملعب، ضيوفنا سلطان خميس وعبد الرحمن النمر. على الهاتف ارحب بالكابتن عبد الرحمن زيد الخبير التحكيمي في القنوات الرياضيه السعوديه. مساء الخير او صباح الخير كابتن. صباح الخير للاستاذ عادل وللاستاذ سلطان والاستاذ عبد الرحمن النمر. سهرناك معنا اليوم. الله يعطيك العافيه. طيب شكرا جزيلا كابتن. نبدا بالحالات التثقيفيه، نبدا بالاهلي. ثلاث حالات اخترتها او ساعدوك حتى الشباب بالاختيار او حاله واحده؟ ساعدوا لانه ما كان في مباريات، لان واحد احيانا ما نستطيع نتابع. صحيح صحيح بالتاكيد، يعني لو طاحت حاله ولا شيء اكيد انه ان شاء الله في صافي راح تتابعونها كلها. نبدا بالاهلي حاله وحيده. نتابع ان شاء الله عادات المباريات نتابعها ان شاء الله. نبدا بالاهلي، تفضل نشوف الحاله مع بعض، نشوف ايش القرار. حنشوف الحين. بسم الله الرحمن الرحيم. نشوف الحالات يا شباب اللي جاهزه. هذه الحالة الوحيدة في مباراة الأهلي، تفضل كابتن. حنشوف طبعا رفض الجزاء، حنشوف الأول. طبعا لا يمكن إعطاء حكم سريع على اللعبة لأن هي في الجزئية هذه وعدم مشاهدتها أكثر من مرة يا أستاذ عادل ما يمكن تعطيه. أعطى قرار ركلة جزاء، قد يكون قراره أنه إذا كان في مس، لكن احنا النقطة هذه ما واضح فيها شيء. أنا أتمنى أنه يعني أن ما نعطي عليه حكم مستعجل في هذه حتى مشاهدها بشكل أكثر. هذه هي كابتن. تكون عرضها في برنامج فاترة أفضل، مش واضحة الآن إلا من خلال إعادات كثيرة يا أستاذ عادل. طيب احنا نعرضها. واحد يعطي عليه حكم سريع معلش عشان لا نقدر نظلم الحكم ولا بعدين نعطي قرار يعني نندم عليه، يمكن نشوفها بشكل أفضل وتصير مثلا ركله جزاء واحنا نقول احنا نشك في انه ما يعني شيء، لكن ما نقدر نعطي عليه حكم قاطع. حتى الان مش واضحه كابتن معك؟ ما تعطي الان الا اذا كان بشكل اوضح من كذا. الحين شاهد اذا كان انه بس لو يوقف ان اللقطه هذه اذا كان هذا الموجود لو يجرب الزوم على شد القميص اذا كان فيه فوق اقل شيء في شد، لكن لابد مشاهده اكثر من مره. وانا يعني اتمنى انه ناجلها يا استاذ عادل لحتى وقت اخر. طيب عموما لازم نشوف الشد، اذا في شد في القميص والحكم زاويه الرؤيه بالنسبه للواضح حيشوف. طيب عموما لازم تقريب الزوم بشكل افضل وبشكل حتى اللقطه هذه ما يمكن عبارة. طيب عموما هذه العدد المتوفره واللي يعني عرضوها الشباب هي محتاجه، انت تعرف انت راجل خبير في المريض، محتاجه تقريب الزوم. طيب. على من خلال تكبير الصوره. طيب يكون في شد احتمال ما يكون فيه، يعني هنا من هنا هذا اللي يمكن. بالتاكيد نحترم يعني حرصك على انه يكون اتخاذ القرار لازم نعطي حكم قاطع حتى يعني نعطي القرار صحيح. طيب هذه الحاله الوحيده اللي سجلوها الشباب في المباراه، في حالات ثانيه لكن عشان الوقت احنا حنختار الابرز واللي صار عليها كلام. الهلال مباراه الهلال اليوم كان فيها ثلاث حالات اعتقد، نراجع الحالات مع بعض. هذه الحاله الاولى الكابتن احمد عطيف. حنشوف الان في الدقيقه طبعا 50 30 ثانيه صار في سقوط الكابتن احمد عطيفه، حنشوفه الان بشكل اوضح من خلال الاعاده الوطنيه بتتضح انه هل حصل في تلامس او من المدافع الهلال عبد الله الزوري على الكابتن احمد عطيف والا مجرد لعب للكوره وبعدين حصل سقوط للاعب. طبعا بالزاويه هذه حتتضح بالزاويه العكسيه الخلفيه وان شاء الله بنشاهدها ونعطي عليها. هذه خليها تمشي، هذه الحين واضح انه لاعب الهلال لعب الكوره ولكن لم يتضح ان كان في احتكاك قبل لعب الكوره ام لا. الاعاده الوطنيه حتتضح الخلفيه هذه الان، اتمنى ان نمشي فيها شوي شوي. طبعا الكابتن احمد لعب الكوره والكابتن عبد الله الزوري تداخل في الكوره وبعدين حصل التلامس اللي يعني طبيعي في كره القدم لانه لاعب الهلال ابعد الكوره وبعدين حصل التلامس واستمرار اللعب. قرار صحيح من حكم المباراه، كان عنده زاويه رؤيه جيده، كان عنده قرب للحدث وكان مواجه للاعبين واللي يحدث. طيب. بعد لعب الكوره لا يعتد فيه، يعني هذا لعب وقرار صحيح. جميل، هذا قرار صحيح. الحاله الثانيه نشوف الهدف الثاني للهلال، هل كان في تسلل يعني لحظه قيام الكره؟ حنشوف الاعاده بتكون اوضح. طيب نحن نقدر نحكم عليها طبعا من الزاويه هذه لا يمكن الحكم، حنشاهد الاعاده هذه الحاله بتكون اوضح وفيها خط. ايوه الان لو نرجع الان لحظه قيام الكره نشاهد ان المدافع الشباب الاوسط يعني ما اقدر احكم اسمه على اسمه لكنه كانت اللحظه قيام الكره لم يكن في تسلل. طيب. حتى في خط بيجي لو كان موجود بيوضح انه لاعب الهلال البرازيلي لما لحظه الان اللعب لم يكن في موقف تسلل، الان خلاص بعد ما لعبت الكوره. طيب. ما عاد يعتد بالتقدم ويستمر اللعب وبالتالي هدف شرعي صحيح لا غبار عليه. نشوف الحاله الثالثه ايضا اللي اختيرت من هذه المباراه. حنشوف الهدف الثالث للهلال في الدقيقه تقريبا 91، حنشوف يعني في الدقيقه 90 و55 الهدف الثالث للهلال ما ادري ليش ما جابوه الشباب، احنا طالبينه. طيب نشوف الهدف موجود يا شباب اللقطه.
نعم هي كان مطلوبة هي الهدف الثالث. طيب احنا طبعا عندنا كل واحد كابتن متابع مباراة وكل واحد مختار لقطات ف لا انا هذه انا ارسلت هذه انت اللي تابعتها. طيب نعم انا تابعتها. موجود يا شباب هذه الحالة كابتن هذه لأن انا موجود في الاردن ما عندي الا قناة الرياضية السعودية الاولى عشان عندي مباراة بعد بكرة في الدوري. طيب دور الثمانية ثلاثة احد الاسبوع عشان كذا تابعته ما عندي غير قناة واحدة. طيب توصل السلامة هذه الحالة كابتن واضحة هنا. نشوف الان نعم نشوف الحين لحظة قيام الكرة من لاعب الهلال كان الكابتن ياسر القحطاني متقدم بالجسم وبالتالي كان على المساعد الأول أن يعلن عن حالة تسلل وحالها نشوف الخط واضح كان متقدم بالجسم مندفع للأمام طبعا القدم صحيحة لكن الجسم وهذا أحد الأشياء اللي عاقب عليه المهاجم التقدم بالجسم أو بالرأس أو بالقدم وبالتالي كان على المساعد الأول أن يعلن عن تسلل لأنه لحظة تمرير الكرة كان مهاجم الهلال ياسر القحطاني في موقف تسلل وبالتالي استفاد من اللعبة هذه. طيب. سجل هدف ثالث رغم أنه ما أثر على النتيجة في وقت يعني قاتل ولكن يعني لابد إحنا نتكلم بالنواحي القانونية إنه كان هدف صحيح. يعني غير صحيح كان في موقف تسلل لاعب لحظة تمرير الكرة بالتالي طيب. الهدف كان تسلل. طيب عموما هي المباراة اليوم اللي كانت يعني أكثر إثارة أو اللي كانت قوية في الجولة اليوم وبالتالي كان فيها ثلاث حالات باقي مباراة الاتحاد كابتن اختاروا الشباب منها حالة أو حالتين نشوفها مع بعض حنشاهدها هذه الحالة الأولى اشتباه بوجود لمسة يد حنشوف أنه في اشتباه ولكن وفقر على المهاجم الآن وفي اعتراض طبعا الكابتن محمد نور وهذا طبعا غير مطلوب الكابتن اللاعب محمد لاعب كبير مهما تحصل يعني حتى لو كان طبعا ما تأكدنا لكن كان اللاعب لو يكون أكثر هدوء والحكم هذه كابتن واضحة الآن حنشوف الحين وفقر عليه على أساس أنه يرجع للخلف حنشوف الحين طبعا من هنا ما يتضح أي شيء حتى الآن حنشوف إذا في شيء ثاني الزاوية دي ما تعطي إن كان في لمس ما في أي هذا لا يعتبر أي شيء الحين حتى الآن كل اللاعبين كانوا يحافظون على بعض وبالتالي لا يوجد طيب هي هذه الإعادة الموجودة كابتن عموما نعم فبنشوف إن شاء الله بشكل أوضح من اللقطة هذه يتضح ما في أي خطأ على المدافع وبالتالي يعني الحكم صفر يعني لا يوجد خطأ على المدافع ولا يوجد خطأ على المهاجم ربما اعتبر انه عملية الحس بالجسم ولكن لا يوجد ركلة جزاء اطلاقا طيب حتى حنشاهدها بشكل افضل باقي حالة ثانية اللي ايضا رصدوها الشباب في المباراة نشوفها مع بعض حنشاهد اللقطة الحين اللي رصدوها الشباب ان شاء الله تكون من هنا حنشوف الحين حنشوف الحين هل حصل في اسقاط لعملية المهاجم الوحدة لحظة قيام الكرة ايش رايك كابتن؟ والله بالزوايا شوف انا يعني دائما افضل ان الزوايا هذه معلش كابتن عادل هذه زاوية اخرى كابتن هذه زاوية الزوايا هذه ممكن الحين هنا نشوف هنا تتضح اذا في شيء الان حتى الان لا يوجد اي خطا اللاعبين كل الاثنين يعني يستمر اللعب واللاعب المهاجم كان يسعى انه يدخل بجسمه باقوى ما عنده والمهاجم المدافع يعني واضع اليد ليست مخالفه لا صار في مسك ولا صار في اي شيء بالتالي هو اللاعب هو من سعى الى اسقاط نفسه بدخول بالشكل هذا ولعبه كابتن سلطان مدافع يعرف احيانا يصير في فارق اللعب الجسماني هو يسقط اللاعب يعني القدم طيب كابتن القدم الشباب يقولوا لي في احتكاك بالقدم حنشوف اذا في القدم اذا انا اتكلم عن اليد لا يوجد شيء القدم حنشاهد الحين هل حصل فيه ركل ام لا نفس الشيء بالنسبه للقدم قدم لاعب المهاجم مدافع الاتحاد نعم شارك على الارض فلا يوجد اي شيء استمرار اللعب هنا قرار صحيح من الحكم طيب ولا يوجد اي مؤيد للجزاء على اللاعب المدافع الاتحاد اذا كابتن ان شاء الله مزيد من الحالات والحالات اللي ايضا ما كانت واضحه توضح لك ان شاء الله في صافره ان شاء الله من خلال ان شاء الله متابعه المباراه بشكل افضل وبشكل اكثر شكرا ان شاء الله من خلال قناه الرياضيه ان شاء الله في برنامج صافره مع الاخ ترجع بالسلامه شكرا كابتن عبد الرحمن الزيد الخبير التحكيمي في السعوديه الرياضيه هذه الحالات اللي رصدها او يعني ثلاث مباريات بالتاكيد ما يقدر يتابع الثلاثه مع بعض لكن اختار اللي نشوف انها اللي عليها يعني حديث سواء من الجانبين وبالتالي نعرضها وان شاء الله حيكون في صافره تفصيل اكثر